افريكاد بكورتي ك هيفا اكتوبر هيفا ده بجن هيفا توعيه حول سرطان الثدي مدفيتن بكورتي بحث اعراض سرطان الثدي بكين كوتش تشتا سرطان الثدي بدايه كمرحله اوليه عاده تشجريك نينن احتمال ايشك الصامته جنك بين حسيتن حتى يعني دكتور جي خلال فحصي بين حسيتن بس يا هرجرنك بانه اعراض اولي ما قلت جريك نينا وبشتي هنجي جريك دا الكبيتن اون احتمالا جري بخين سركي مامكي بهتن اون سركي مامكي بشتا جوري اون بصورة عامة تغييرات سنجي دا تشد بنا سنك نومي نشتي ايكودو وبورا بتري كانجي دا الكبيتن هكو جي جنكت كبيتا چلصال يويبا نا معنى اوا بانو هكا بجيكتر بيتن تجرانو هيته نا بس نسبوه جالا كمترا نسبوه بتتلتتن جال عمري اعراض ديب كورتي افانا دي تشو خو بورزن بما انه ابا هيبا توعيه طبعا بورستن نكا كو بيجما تاخو بورز بصد الصدي ام نشنو بيجين تشيكي سبب الرئيسي سرطان الثدي حتى انك علماء نجاشتيني بس بيجن مثلا زعيفي خورنكا يا صحي جيغورا كيشون ستوبكا هكا جيغورا بكيشي كحولي ستوبكا بيجن ابا بلكي اون شيلدون طبيعي اباجي بيجن ابا بلكي يعني خطوره توكم تلبكتن بس يا هرا جرنك الفيري ابايا مروفزي هكا هوت اف ايشا تشنكي اكسش ما نشط خطوره الكتن تشكي ما قوسها برئيسيا منظوني او هاتو مروفزي ببحاسيتن تشو زي بحاسي أو بأنه الصالونة هكو جيه جنكة جيه تشل صالية بشيتن جاركي أشعة وهموغرافي وبيجريتن بخلال يفي أشعة دي شين بزي في إشي ببحثين وزي جارة سريع ويبكين وطبعا جارة سريع دي كمتر قلق كمترة واحتمال جنك سنجة خدس نادتن ونسبة شفاء كوشي بتفا جنك نطوهاش حتى صد الصادية في مرحلة فالفيري في هاي في كسنان سريع علامي احتمال قلق دانا في هاي في بتوعية زانة سرطان الثدي شتش اعراضت بيتشنا ويو هرا جرنك اوا كتو صالونا جاركي اشعي وبقري خو هكي جنك صحة طيب بورسي جيبتن بس لازم الصالونا جاركي تشكي ما قد بدواتي يصامتا تشي جريك نينا فبخلالي بأشعي دي بحسينو ترسل يويجين